بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذه منطقة E17 و E16. طبعا هذه مخطط يعني على طريق بشاور ويبعد عن المطار تقريبا 40 دقيقة، الله أعلم. طبعا في مخطط اللي بعده G17 برضو منطقة ما شاء الله أفضل من هذه، لكن هذا المخطط برضو موجودة. طبعا هذه بداية المخطط، هذه مدخل البوابة. طبعا هنا في مكاتب. طبعا المخطط كبير ما شاء الله. المكاتب مقفلة، كان أعطيناكم الأسعار، الأراضي هنا كيف الأسعار. والله في ناس ما شاء الله بانين البيوت وفي فلل ما شاء الله تبارك الله. شوف الناس بانين فلل كمان هنا، وفي برضو عمارة هذيك اللي قدامنا، يعني ما شاء الله المخطط طيبة يعني لا بس ما شاء الله تبارك الله. هنا ما شاء الله تبارك الله عمايل. والله في ناس ما شاء الله تبارك الله بانين فلل وعماير هنا موجودة. حديقة، شوف هذه الحديقة اللي قدامنا، هذه البقايا. شوف ما شاء الله ايش لقينا في المخطط هذا، سيارة كابروس موديل قديم ما شاء الله تبارك الله. شوف السيارات الكرولا والجيب، الجيب السوزوكي ما شاء الله تبارك الله. هذه مدرسة برضو. طبعا هذه الحديقة برضو ما شاء الله، شوفوا موجودة حديقة. هذا المصلى المسجد،